والمقصود من المسح ابتداء المدة للمسح من المسح بعد الحدث. تصوروا أتيت إلى الجمعة وأنا لبست الشراب وتوضأت، لما جاء وقت العصر أنا لم أحدث، لكن أردت أن أجدد الوضوء، أنا على طهارة سابقة، على طهارة من صلاة الجمعة، لكن أردت أن أتوضأ. لو أنني صليت بوضوء الجمعة لا إشكال في ذلك، لأنني على طهارة سابقة لم ينتقض وضوئي، لكن قلت أتوضأ لأن الوضوء فيه خير وفائدة، أن يتوضأ المسلم لكل صلاة، فقلت أتوضأ، لم أتوضأ لأنني محدث، لا، إنما توضأت من أجل ثواب من توضأ لكل صلاة فرض. توضأت في الساعة الثالثة عصرا وضوء تجديد، فلما جاءت الساعة الخامسة مغربا من يوم الجمعة وكنت قد أحدثت، هنا يبدأ المسح لي من الساعة الخامسة من مغرب يوم الجمعة إلى الساعة الخامسة من مغرب يوم السبت.